ننادي على الفنانة الكبيرة والفنانة المتألقة والفنانة الرائعة والجميلة قلبا وقالبا طبعا تحشر زف الالتمار الالتمار بالأفضل بسرعة السيدة أمل التمار فهي نشأت ودرست في مدينة سلا حتى حصولها على البكالوريا ثم التحقت بالجامعة لدراسة الأدب الإنجليزي وبعدها اجتازت بامتياز مباراة الإرشاد السياحي بوصية الملك الراحل الحسن الثاني ظهرت في التلفزيون في سن العشرة في برنامج نادي الصغار لابن عاشر المغربي ثم دخلت المسرح من باب الواسع بعد التحقها بمسرح الهواء حيث تتلمذت على يد أساتذة كبار مثل أستاذ الإنجليزي أمل هنا وحازت على عدة جوائز داخل وخارج أرض الوطن شاركت في عدد كبير من المسلسلات يفوق عددها المئة مثل شاكرة بويز مات دارت كبيرة واللائحة طويلة شاركت في عدة أفلام وطنية ودولية أهمها رقصة الوحش لحسن بن جنون والحسين مجيد الذي قامت بتأليفه والوثائقي الإسباني حنان الثورة انخرطت في العمل الجمعوي حيث رفعت شعار جعل الفن في خدمة العمل الجمعوي تحية كبيرة للأمان